السلام عليكم جميعا. تبدو من الخارج وكأنها حافلة عادية، ولكنك لن تصدق ما ستراه بالداخل. قبل البدء في موضوعنا، اضغطوا على زر الإعجاب دعما لنا لمزيد من المقاطع المقبلة. واحد، حافلة هولمارك 45 دي بي. تعمل حاليا كبرى شركات السيارات على تصنيع ما يسمى بالجرافانات، وهي عبارة عن حافلة من الخارج لكنها تصلح لأن تكون مسكنا من الداخل، ومن ثم فهي تعمل جاهدة على تصميم تلك السيارات كي تضمن أعلى مستوى من الراحة لمستخدميها، وخاصة على الطرق السريعة. هذه الحافلة جميلة الشكل، متاحة لأولئك الذين لديهم 450 ألف دولار. الحافلة من تصميم وتصنيع شركة فولفو، وتم تجهيزها بمحرك بقوة 600 حصان، أي ما يعادل 2780 نيوتن لكل متر. وتضم السيارة ناقل سرعات مزود ب 12 سرعة أوتوماتيكية متدرجة. يمكن للحافلة أن تتوسع من الداخل، وزيادة مساحتها الداخلية لتصل إلى 45 مترا، مما يستوعب كافة الأغراض والأشياء الخاصة بك. وهي مجهزة بالكثير من الخزائن والأدراج لحفظ الملابس، وكذلك بغرفة نوم تحتوي على سرير ملكي ضخم. وفي ركن غرفة المعيشة يوجد أريكة قابلة للفتح والتحويل للسرير لتستوعب شخصا آخر. أما بالنسبة لدورة المياه، فهي تشتمل على صنبور استحمام كابينة، وقد رصعت جدرانها بالفسيفساء النفيسة، ونجد في الجانب الآخر مرحاضا وحوضا لغسيل الوجه. ميزة أخرى لهذا البيت المتنقل، وهي لوحة التحكم، وهي لوحة يمكنك من خلالها التحكم في كافة الأثاث والأجهزة بداخلها ببعض اللمسات البسيطة، كما يمكنك تغيير الأضواء بالداخل. وهي أيضا مزودة من الخارج بأجزاء كمالية قابلة للسحب والطي وقت الحاجة، علاوة على تزويدها بثلاثة مكيفات للهواء. اثنان، فولكنر بيرفورمانس. هذا الكرفان يلبي كل احتياجات الأشخاص الذين تستهويهم فكرة المنازل المتنقلة، فهذه الحافلة تقدم لمستخدميها الراحة والسعادة سواء من الداخل أو من الخارج وعلى الطريق أيضا. وتنفرد هذه الحافلة باحتوائها على مقصورة خاصة في الجزء السفلي، ولقد حرص مصمموها على تزويدها بالاتساع وتحمل الوزن الثقيل، إذ يمكنك تعبئتها بأي شيء تريد حتى ولو كانت سيارتك الخاصة، حيث تعمل المقصورة الخاصة في الجزء السفلي كمرأب للسيارة. يبلغ طول الحافلة 12 مترا، فهي واسعة حقا، وتشغل مساحة منطقة المعيشة بالداخل حوالي 30 مترا مربعا. إذا لم تتمكن من إخراج سيارتك من الجانب لضيق المساحة، يمكنك إخراجها من الخلف حيث ينفتح لخروج السيارة. تتسع الحافلة لمعيشة 6 أفراد، وهناك سرير لكل شخصين، مزودة بخزان مياه بسعة 1000 لتر، بالإضافة إلى خزان إضافي بسعة 800 لتر. تتنوع قوة المحرك بين 430 إلى 460 حصانا، كما تصل حمولة الشاحنة ل 18 طنا. ولقد حرص مصمم الحافلة على جعلها متقنة الصنع، وشكلها جميل من الداخل والخارج، وتتوافر بها جميع مستلزمات وكماليات العيش. إذا نظرنا لهذا البيت المتنقل من الداخل، سنلاحظ أنه راق وأنيق جدا مثل أي منزل عادي. ثلاثة، ماجيان ويديشن وان. تجمع أمهر المصممين بشركة مرسيدس بنز كي يقدموا لعملائهم نموذجا واقعيا للخيال والسحر في مركبة جمعت كافة المواصفات التي يبحث عنها أي عميل على مختلف الأذواق. والحقيقة أنهم ركزوا على جعلها مركبة خفيفة الوزن ومتطورة وذات تقنية عالية. ومن الجدير بالذكر أن الماجيانو مناسبة جدا للرحلات الطويلة، لأنها اقتصادية كما توفر مستوى عاليا من الراحة والأمان، فهي تشعر الشخص بأمان الأم وهو على عجلة القيادة. يبلغ طول الشاحنة 10.6 أمتار، بارتفاع بلغ 4 أمتار، واتساع عرض داخلي بمترين ونصف. تتميز مقصورة المعيشة بتصميماتها الرائعة وألوانها الرملية الجميلة، وتضم بالداخل جهازي تلفاز وشبكة إنترنت هوائية ومولدا كهربائيا يعمل بالطاقة الشمسية، مما يجعلك غير قلق بشأن الكهرباء لفترة طويلة، علاوة على أن الغرف مزودة بأجهزة مكبرات الصوت ونظام الأقمار الاصطناعية. إنها حقا مركبة لا يمكن رؤيتها إلا في الخيال،
إذ تحتوي على العديد من الألواح المنزلقة والتي تجعل المكان أكثر اتساعاً وأكثر راحة، حيث تتسع صالة المعيشة لثمانية أشخاص، وهو ما يسع عائلة كبيرة أو استضافة بعض الأشخاص. هذا البيت المتنقل بإمكانه حمل سيارة بداخله، إذ توجد بالجزء السفلي مقصورة تصلح لأن تكون مرأباً للسيارة، كما يمكنك وضع بعض الدراجات بها أيضاً. كماليات أخرى يمكن ملاحظتها نظام التدفئة الذي يوجد تحت البلاط في كل غرفة، علاوة على سخانات الكهرباء ومكيفات الهواء بكل غرفة. أربعة، لوكاس 42 MD. تصميم هذا الكارفان وتصنيعه يعود لمصنع أوروبي. هذه الحافلة الواسعة يمكن تحويلها لمكتب أو حتى لاستراحة جميلة على أربع عجلات، كما يمكن اعتبارها منزلا مثاليا لأسرة صغيرة. ونلاحظ في هذه المركبة أن المصممين قد أعاروا كثيرا من الانتباه للزخرفة الخيالية التي تشبه المركبة الفضائية. كل خزانة منها، وهناك الكثير، صنعت من الخشب الطبيعي المتين، وتم تغطيته بطبقة من الطلاء. أما منطقة المعيشة فهي مقسمة لثلاث غرف. الغرفة الأولى مجهزة للاسترخاء والراحة واستقبال الضيوف، ومطبخ عصري ذو ذوق راق، ودورة مياه عصرية أيضا. وهناك ركن خاص يحتوي على أريكة وكرسيين وطاولة طعام وبالطبع تلفاز. حقيقة أن المطبخ صغير الحجم، إلا أنه يحتوي على كافة المستلزمات من ثلاجة وموقد وحتى جهاز مايكروويف. الغرفة الثانية تحتوي على سرير بطابقين وجهاز تلفاز آخر، وهناك أيضا غسالة أوتوماتيكية ومجفف ملابس. أما الغرفة الأخيرة فهي غرفة النوم الرئيسية لهذا المنزل، حيث تحتوي على سرير ملكي كبير وجهاز تلفاز وخزانة كبيرة بعرض حائط الغرفة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المصنعة حرصت على وضع عدد كبير من المصابيح في هذا الكرفة، كما يجب ذكر أيضا أنه يحتوي على مولد طاقة قوي جدا. خمسة، سنتورين 1200. يقوم هذا البيت المتنقل على حافلة مرسيدس بنز اكتروس، والتي تجمع بين الرفاهية والراحة على أعلى مستوى. ويقول المصممون إنهم صمموه لهؤلاء الأشخاص الذين تستهويهم فكرة المنزل المتنقل. في الداخل هناك متسع كبير لغرفة كبيرة ومرأب يحمل سيارة. يبلغ وزن هذه الحافلة 26 طنا، كما يبلغ طولها 12 مترا، وعرضها من الداخل مترين ونصف بارتفاع 4 أمتار، وهي أبعاد توفر للأشخاص الراحة والأمان والهدوء بالداخل، كما يمكنك أيضا استقبال بعض الضيوف. وستتفاجأ حينما تعلم أن قوة محركها تبلغ 467 حصانا. كما تجد أن جميع الأجزاء الداخلية متناغمة ومتكاملة فيما بينها، فقد استغرق المصممون الكثير من الوقت لإنجازها. ونلاحظ أن جميع الزوايا متقاربة وتأخذ الشكل المستدير، وهي خاصية مبتكرة لتجنب الانزلاق والإصابة، والتي تحدث غالبا في المساحات الصغيرة الفارغة. اختار المصممون لون جوز الهند لأثاث الغرف، والذي يتحد مع لون خشب الخزانة، كما تم استخدام المقابض والمسامير الفولاذية المقاومة للصدأ. ستة، كيني دريمز MH ماكسي. تم تصميم معظم البيوت المتنقلة لتسع أربعة أو خمسة أشخاص في الغالب، باستثناء كيني دريمز، والتي لديها المساحة الكافية لاستيعاب أربعة أشخاص بالغين وطفلين بشكل مريح. ومما لا شك فيه أن كل التفاصيل تضمن لك أدق أداء وأعلى كفاءة. فمثلا ما يبدو لك الآن طاولة وكرسيين خلال النهار، في الليل يتحول بسهولة ليصبح سريرا كبيرا. الحافلة مزودة بسخانات كهربائية ومكيفات للهواء ومدفأة وخزان مياه بسعة 167 لترا. هذه الحافلة من دون شك توفر على مستوى من الراحة. يحتوي المطبخ على موقد يعمل بالغاز وفرن وجهاز مايكروويف وثلاجة كبيرة. إذا قارنت كيني دريمز ماكسي بالبيوت المتنقلة التي ذكرناها سالفا في قائمتنا اليوم من حيث المساحة، ستجد أنها صغيرة جدا، حيث لم يتجاوز طولها 10 أمتار، لكن هذا لا يمثل عيبا على الإطلاق مقارنة بشكلها الفسيح من الداخل. إنه بيت مذهل متنقل حقا. هذا كل شيء لليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. فضلا منكم اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، دعما لنا لمزيد من المقاطع المقبلة.